Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama menyaksikan qari berikutnya yang akan memperdengarkan ayat suci Al-Quranul Karim dengan taranum wajib, Sikah dan Hijaz dari surah Ar-Rum bermula ayat 20. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات
لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ لآيات لقوم يعقلون ومن آياته تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء
تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Tuan-tuan, puan-puan yang dicintai Allah sekalian, qari yang mendengarkan bacaan bertaranum sebentar tadi, Dr. Anwar bin Hasin dari Negeri Perak, Darul Rizwan.